أبدأ؟ يلا. طيب صباح الخير. صباح الخير. مبسوطة؟ قلقانة بس مبسوطة اللي أنا عاملها عند حضرتك. الله يخليكي يا رب، الله يخليكي ويوفقنا ان شاء الله. عايز اسالك على كام حاجه كده قبل ما ندخل العمليه. اوكي. ان انت عشان تشيلي ورم في كندا، الورم ده وصل دلوقتي 12 سم 15 سم في الرحم، قالوا لك لا معاكي بتاع سنه ونص ويتنج ليست. انا عندي ويتنج ليست للسبيشالست، انا بروح الاوبي العادي عادي بروحه ممكن اسبوعين واخد ميعاد، بس انا في سبيشالست للمناظير ده موجود واحد في البرتا، انا في عايشه في البرتا يعني مقاطعه البرتا في كندا، في واحد أو بس اثنين. اللي قدامي بيقدروا يعملوا مناظير. لا بيعملوا مناظير كتير بس. أوكي. اللي بيعمل منظار للي فوق ال 10 سنتي قليلين في البرتا. اوكي واحد بس. فانا الويتنج ليست الدكتور قالت لي سنه ونص عشان اقابل. انا اوريدي حطيتها الويتنج ليست من 3 شهور تقريبا. فانا مش عارفه هروح له يعني، ما اعرفش امتى هروح له، ولما هروح له عشان اتحط على الليست بتاعت السيرجريز ميبي 6 شهور اكتر زياده عن مظبوط عن سنه وشويه. فانا عارفه وانا عندي الورم بعد الولاده الثالثه بيكبر بسرعه قوي، انا مش عارفه ايه السبب. مظبوط. هو كان بيكبر بس كبير قوي. فدلوقتي 12، فانا متاكده ان انا استنيت سنتين انا هعمله سي سكشن اكيد، مش هي يعني مش سي سكشن، هفتح بطنك. مظبوط. ومعرفش برضه هعمل ايه كومبليكيشنز، لان هم بيعملوا لي كل الترا ساوند في الحمل مثلا لازم على الكلى عشان الورم الكبير بيعمل مشاكل على الكلى. معلش ضغط بس بيطمنوا، فايمين هو كده اكيد في يعني ممكن يبقى في كومبليكيشنز بعد كده. فانا قلت اعمله عند حضرتك انجز الموضوع على طول. بس هو مش عند اي حد في مصر. عند حضرتك. لما 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 انت جيتي مصر قعدتي مع اصحابك في الساحل شويه ولا في سخنه شويه؟ رحت كل حته. رحت كل حته. رحت الجونه ورحت الساحل ورحت السخنه. أوكي. لسه راجعه اولمبيا. وانت قاعده تقولي لهم ان انا مبسوطه وسايبه كندا وجايه اعمل العمليه هنا. هم مش مصدقين. طيب انا كان عندنا حاجات كتير جت من كندا، وحتى كانت ناس شغاله في النظام الطبي او الصحي اللي موجود هناك، وكانت نفس المشكله ونفس الشكوى، الويتنج ليست الويتنج ليست الويتنج ليست. وما كنتوا بتعملوا ايه وقت الكورونا بقى؟ لو حد عيه جامد هيتعب، هياخد ويتنج، هيستنى يعني الكانسر بيشنز التعب. يعني انت في مصر بتقدري للحاجات تيجي انت في مصر بتقدري تيجي بسهوله تعملي الريزرفيشنز بتاعتك، تخشي تخلصي الامور بتاعتك اسرع ما ممكن تعمليها في كندا. هو اكيد فور سبيشالست يعني. اكيد فور سبيشالست اكيد. هو بس في كندا الفرق اللي هو كل حاجه تبع الجفرمنت، كل حاجه الحكومه هي اللي بتدفع. هو الويتنج ليست هتبقى محطوطه للي فوق خالص وللي تحت خالص كلنا زي بعض، هو ده الفرق، عشان كده في ويتنج ليست. اوكي. واحنا عاوزين نجيب بيبي رابع عشان يتعلم وياكل ويشرب. بس لا ان شاء الله. بص مش عارفه لسه في رابع ولا لا. لا ان شاء الله لو في بيبي رابع اطمن بقى بعد ما لا وي لاف ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ان احنا نعمل لك العمليه دي بشكل راقي جدا، بشكل جميل توريها لهم في كندا. انا متاكده ويبقوا مبسوطين. انا متاكده على فكره، ما كنتش جيت هنا. ده شرف ليا. هو 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 الفكره كلها فعلا ان التكنيك ده ان نشيل ورم فوق ال 10 سنتي، ده كان من مثلا 7 سنين 8 سنين ده امر من امور المستحيل. فبقى في كل دوله او في كل منطقه بقى في ناس بتتدرب بشكل قوي جدا وبتعرف تعمل الموضوع ده، فبقى عدد قليل اللي يقدر يعمل عمليه انه يشيل ورم فوق ال 10 سنتي 15 سنتي والى اخره من فتحه صغيره بالمنظار. بتحتاج ادوات، بتحتاج تقنيه، بتحتاج معدات، بتحتاج حاجات كتير جدا وتدريب عشان انت تعرف يعني تعمل حاجات كتير جدا عشان تعرف توصل للتكنيك ده في القادم. ربنا يدينا الخير والقوه ويعمل بالسلامه ان شاء الله، وتو جو ثرو فيري فاست ريكفري يا رب، وتبقي مبسوطه بالسيرفيس اللي نقدمها ان شاء الله. ان شاء الله. وي لاف يو. شكرا. اشوفك على خير.